خليني ابدا مع حضرتك دكتور احمد في البدايه. لما تابعنا الارقام اللي اعلن عنها في نهايه هذا المسح القومي، يعني بنتحدث عن 12.8% معدلات التدخين بين الطلاب، بنتحدث عن 8.3% تعاطي كحوليات، 7.7% تعاطي المواد المخدره. ده في 13 محافظه على عينه بلغت 5048 طالب وطالبة في 13 محافظة. ده حقيقي. هل هذه أرقام كبيرة أم هي أرقام تدخل في الإطار؟ لا، هي أرقام الحقيقة مش هنقول عليها أرقام كبيرة، هنقول عليها أرقام مفزعة، لأن ده يكون وضعنا في ظل قانون بيمنع اوريدي التدخين داخل المؤسسات التعليمية أو مجموعة من المؤسسات الأخرى. هتبقى مفزعة لما نقول إن إحنا عندنا طلبة في مرحلة الثانوي العام والثانوي الفني منتشر ما بينهم التدخين، منتشر ما بينهم تعاطي الكحوليات، منتشر ما بينهم تعاطي المواد المخدرة. فإحنا قدام مستقبل بينذر لينا بمؤشرات قوية جدا إلى إن إحنا المستقبل بتاعنا لازم يكون لينا تدخل علشان يبقى أفضل من المتوقع. فهنا لازم إن إحنا الحقيقة يمكن لما تعمقنا شوية أو تحللنا شوية في البحث لقينا بعض المؤشرات المختلفة، ولقينا بعض أنواع المخدرات اللي بدأت تدخل كمان للطلبة بشكل يمكن مستحدث بشكل أو بآخر. عندنا تنوع كمان يمكن في بعض المحافظات انتشار لأنواع معينة، وبعض المحافظات انتشار لأنواع أخرى من المخدرات. لما نيجي نتكلم جزئيا عن البحث هنيجي بالتفصيل لهذه النقاط، لكن قراءة مبدئية في الأرقام، أين تقع بالنسبة للنسب العالمية هذه الأرقام؟ احنا بنتحدث عن فئة عمرية محددة. احنا بنتكلم عن فئة عمرية محددة لفئة المرحلة الثانوية. احنا بنتكلم في الوضع العام عن قضية التدخين والمخدرات في مصر، فاحنا في أضعاف النسب العالمية. احنا بنتكلم عن نسبة الإدمان في مصر 2.4% تقريبا، بنتكلم عن نسبة تعاطي المواد المخدرة في مصر ل 10.4%، والحقيقه ان دي ضعف المعدلات العالميه. بنتكلم عن حجم انتشار لبعض انواع المخدرات بقى بكثافه شديده جدا، وده يمكن لما نتناقش في تفاصيل الدراسه هنتكلم عنه بشكل اقوى. طب اسباب هذه الارقام المفزعه ايه؟ اسباب هذه الارقام بقى هنلاقي ان احنا بعض المرجعيات اللي موجوده يمكن في مجموعه من المفاهيم المغلوطه اللي بتبث ما بين افراد المجتمع، لا سيما طبعا الشباب في مرحله الثانوي. مجموعه المفاهيم دي بتقول ان المخدرات بتساعد على التركيز، ان المخدرات بتساعد على الابداع، ان المخدرات بتساعد على القدره البدنيه والقدره الذهنيه، المخدرات بتساعد على التركيز. مجموعة من المفاهيم اللي بتبث وسط الشباب اللي بتخلي عندهم أنا عايز أسهر شوية بقى علشان أذاكر قبل الامتحان وأطبق يومين ثلاثة، فلازم أخد مادة مخدرة علشان خاطر أطبق اليومين دول أخلص اللي أنا ما خلصتوش طول السنة. ويمكن ده بشكل أساسي يمكن على مستوى الطلبة بقى، يمكن على مستويات أخرى بقى فبنلاقي إن هم مثلا هعرف أركز كويس وأنا في الامتحان فلازم أخد نوع من أنواع المواد المخدرة، لأن حتى يمكن إحنا قضية المخدرات بقينا بنتعامل معاها على إنها قضية ثقافية سلوكية، بقت مرتبطة بحاجات كتير من السلوكيات اللي إحنا بنمارسها في حياتنا. يعني أنا لو بقوم كل يوم أروح المدرسة بتاعتي وأتعلم فده سلوك أنا بمارسه يوميا، لما في ارتباط ما بين إن أنا أنجح أو أسهر علشان أذاكر عشان أنجح أخد مادة مخدرة، فإحنا قدام أزمة حقيقية. لأن ممكن المخدرات تخليك تقعد يومين بس في صعوبة جدا في استرداد المعلومات بعد كده إن أنت تقدر تحصلها في امتحان، وده كمان على مستوى يمكن بعض فئات العمل في المجتمع. نسبة كبيرة من السائقين مثلا عارفين أو مرتبط عندهم إن أنا مش هقدر أسوق وقت أطول بدون ما أشعر بتعب إلا لما أكون واخد مادة مخدرة. فهي احنا قدام قضية بنتعامل معاها ان في مجموعة من المفاهيم اللي بثت لدى الشباب ولدى فئات المجتمع المختلفة اللي بتربط ما بين سلوكياتهم وما بين المخدرات. ويمكن تحديدا على مستوى التعليم والمرحلة الثانوية احنا اعتمدنا او اجتهدنا بشكل رئيسي في البحث دوت او بشكل مهم في البحث دوت علشان برامج الوقاية خلال المرحلة اللي جاية وبرامج التدخل مع طلاب المراحل الثانوية هيكون شكلها مختلف وفقا للمؤشرات اللي بدأت تبان. بدل ما كانت ان احنا بنشتغل على جهود للوقاية، احنا بقى عندنا اوريدي ارقام وعندنا انواع معينة في اماكن معينة فاكثر انتشارا، فهيتبني عليها اليات التدخل للبرامج الوقائية خلال المرحلة اللي جاية.